الكتابة فرار من وحش لا تتعب قدماه، تمارين موجعة على التخفي رغم إيماننا بالحرية، صرخة لئلا يقع غيرنا في الهاوية، والقراءة سعي إلى عوالم جديدة تثير في أجنحتنا شهوة التحليق والاحتماء بالخيال وإرخاء الرأس على كتف مواس والنظر في مرايا تطلعنا على ما وراء وجوهنا وعلى حقيقة ما نحن عليه.